لكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الإنذارية الخاصة بطقس المغرب خلال يوم السبت 11 ماي 2024. فإن شاء الله سنلقي نظرة على التوقعات القريبة المدى والبعيدة المدى إخواني الكرام، والمناطق المعنية إن شاء الله بدخول كذلك اضطرابات جوية مهمة إن شاء الله، مع تغيير مهم في الحالة الجوية بالمملكة المغربية إخواني الكرام. قبل أخذ التفاصيل لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة، وشكرا لكم جزيل الشكر. وبالنسبة لتوقعات مساء أو يوم غد، فيتوقع أن تبقى الأجواء إخواني الكرام غائمة على عدة مناطق، خصوصا المناطق الوسطى للمملكة والجنوب الشرقي والمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وكذلك مناطق شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع احتمال تشكل عواصف رعدية قوية محليا على عدة أقاليم وعدة مناطق إخواني الكرام، خصوصا بعد الزوال يوم السبت. تساقطات مطرية رعدية قوية إخواني الكرام، قوية محليا على عدة مناطق، على مناطق شفشاون وكذلك إيساقن، فاس مكناس وإبران وزان للمنوس للتازي، وكذلك فاس ومكنا خميسات وعاطف وتازة وتهلا وإفران وخنيفرة وخريبقة وبني ملال إن شاء الله، وكمدن أوزميز إمن جانوت وإيتا. وتساقطات مطرية على طاطا إن شاء الله، وكذلك مناطق تازناخت وورزازات إن شاء الله، ستعرف اضطرابات جوية رعدية على عدة مناطق وعدة مدن، لمراكش وشيشاوة كذلك مناطق، وكيمدن أوز ميزي من تنوت قلعة السرغ من بنكري البروج خريبكا واتسم، وكذلك مناطق الرماني والماس مكناس وسيد سليمان قرية أبو محمد، وكذلك تاونات هذه المناطق تعرف تساقطات مطرية رعدية محليا إخواني الكرام، قد تكون مصحوبة مع رياح قوية على مناطق الجنوب الشرقي المرتفعات الأطلس والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية المملكة والأقصى الشمال. بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الأحد، يوم الأحد إخواني الكرام استمرار الأمطار الرعدية المتكونة على المرتفعات الأطلس، كما تشاهدون أمطار رعدية على مناطق كيمدن أوزميزي من تانوت، وكذلك ميدلت تونفيت زاوية الشيخ مناطق الرشيدية، قد تكون كذلك بعض الاضطرابات ميسور وتوريت وضط الحاجة ومناطق سكون مداز وإفران والماس ومرتفعات الأطلس، اضطرابات تساقطات مطرية رعدية محليا قوية مشاهدينا الكرام، قد تكون مصحوبة كذلك مع ربما بعض الرياح النشطة إخواني الأعزاء. بالنسبة لتوقعات يوم الاثنين القادم أو يوم الاثنين، كذلك استمرار الأمطار الرعدية على مرتفعات الحوز خلال التوقعات الأيام القادمة، احتمال تعود الأجواء كذلك غائمة أقصى الشمال للمملكة، قد تعطي بعض التساقطات المطرية المتوقعة إخواني الكرام. أما بالنسبة لتوقعات بعيدة المدى، فتشير لاحتمالية تعود الاضطرابات الجوية على مناطق شمال الأقاليم الجنوبية المملكة والمرتفعات الأطلس، على مناطق تباينت وميدلت خنيفرة وكيكو أمطار رعدية إخواني الكرام. خلال توقعات يوم الأحد القادم، في التوقعات ما زالت بعيدة المدى، تشير لاحتمالية دخول اضطرابات جوية مهمة على مناطق وجدة بركان وتوريت، وكذلك وطاط الحاجة وسكور متاز وميسور وميدلت وتونفيت ويملشيل.